أطفال من عائلة واحدة، الطفل البالغ من العمر 14 سنة يقتل ابن خاله البالغ من العمر 12 سنة. اليوم أستاذ عبد الحفيظ كورتال، ماذا يحدث في المنظومة الاجتماعية؟ الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة، يعني أعمال العنف تختلف وتتنوع، وأصبح الأمر يمس هذه الفئة، فئة القُصر أو الأحداث في الجزائر. يعني هنا ناقوس الخطر لابد أن يدق، لأن المجتمع لم يعد يحتمل كل هذه الجرائم. ليس هناك اختلال فقط في منظومة القيم، ولكن أيضا لابد من مراجعة العقوبات، لأنه عندما تريد أن تصلح شأنا عليك بإصلاح العقوبات، لأنها هي الرادع الوحيد لمثل هذه الأمور. الكارثة تزداد سوءا عندما نعلم بأن الجاني يبلغ من عمر 14 سنة، وهذه قضية ليست بالهينة، لابد من توقف لنعرف ماذا يصيب الأجيال القادمة. أيضا الآن 14 سنة، تتعرف أنه لا زال الطفل يلعب، ولكن أن يصل إلى حمل السلاح وإلى القتل فإن الأمر أصبح لا يطاق. طيب أستاذ عبد الحفيظ كورتال، من الجانب القانوني اليوم كيف يتفاعل أو يتعامل القانون مع القُصّر في هذه الجرائم؟ والله قبل هذا تتعرف بأن الشريعة الإسلامية لا تعاقب الغير الذي لا يملك عقله، ولا تعاقب بعض الحالات يعني البلوغ وما تعلق بذلك من الأمور الفقهية، ولكن عندما نتحدث عن القانون فإنه يفرق بين الطفل الصغير إلى سن 13 سنة، ثم يفرق بين سن 13 إلى 18 سنة، ثم فما فوق 18 سنة. ولو أنه كان اختلاف بين القانون المدني والقانون الجزائي، يعني كاين اللي يتحدث عن القانون المدني على 18 سنة كسن الرشد، والقانون الجزائي على 19 سنة، ولكن في مثل هذه الحالات السن الجزائي في الجزائر بالنسبة للقصر هو بلوغ سن 13 سنة، يعني فما فوق 13 سنة العقوبة المسؤولية الجزائية تكون قائمة بالنسبة للقصر، وما قضى بشأنها في المادة 50 من قانون العقوبات التي تقول أنه إذا قضي بأن يخضع القاصر لحكم جزائي، يعني إذا ما قدر أن هذا القاصر يخضع لحكم جزائي كالقضية الحالية ما يتعلق بجريمة قتل، فإنه إذا كانت العقوبة للبالغين الإعدام والمؤبد، فإن لهذا القاصر، أتحدث عن الأشخاص البالغين العمر 14 سنة فما فوق، تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة. يعني ولما تحدثوا عن هذه العقوبة، القانون لا يتحدث عن مراكز تهذيب، لا يتحدث عن سجون بمعنى اللغوي والقانوني للسجن، لأن هناك العقوبات الأصلية بالنسبة للأحداث والقصر هي عقوبات تهذيبية وتأديبية وتوبيخية، يعني إنذارات وكل شيء، ولكن عندما يكون الفعل الجزائي فإن العقوبة تكون العقوبة والغرامة. هذه القضايا تعرض على محكمة الجنايات القُصر بمقر محكمة المجلس. ويعني ومرة أخرى نقول لك أن الأمر مؤسف، ولكن لابد أن لا يمر مرور الكرام. أنا أتعجب. طيب 14 سنة يختلف هكذا فعل، يعني حقيقة في هذه أو في هذا العمر الفكرة ولكن مستوحاة، ولكن يعني الفكرة اسمح لي مستوحاة. فقط، ولكن اسمح لي، 14 سنة تاع هذا الزمن اللي رانا فيه راه يعادل 14 سنة، تطلب اللي يعادل 14 سنة تاع فيما سبق. 14 سنة فيما سبق كان الناس يتحملوا مسؤولية ويخرجوا من سن الطفولة إلى سن المسؤولية. الآن أنا متأكد بأن المجتمع والمحيط اللي يعيشوا فيه هؤلاء الأطفال عنده مسؤولية كبيرة، مجتمع لا مبالي، مجتمع يعيش كثير من التناقضات، مجتمع ما يساهمش في تكوين الأطفال. ثم ايضا روح للمنطقه هذه، شوف الاطفال هذو كيفاش عايشين، اين يمضون اوقات فراغهم، هل عندهم جزء ولا قسط من الراحه، هل هناك سياحه، هل هناك وسائل ترفيه، هل هناك، يعيشون في مجتمع كانهم يعيشون في غابه او يعيشون في مناطق ليست حضاريه. يعني هذا الامر ايضا مهم جدا. انا الان كنت حاب نطرح سؤال حول يعني مسؤولي كثير من القطاعات، هل هم مرتاحون الان؟ ونحن نشوف هذا الكم من الجرائم يعني في كل المناطق من كل الفئات، ولا
ولا ردع، يعني نقول كيف قلت ولا ردع من المنظومة القانونية أيضا لابد أن تراجع بحيث تتأقلم مع كل الوقت الحالي، صحيح، جديد، كل جديد يعيشه كل تطور. المجتمع الآن، كل جديد يعيشه المجتمع الآن. 14 سنة قصر حتى يقدروا يكونوا حالات، البالغ هو الذي يدفع القصر إلى ارتكاب الجريمة كي يفلت من العقاب، يعني يكون الأب ولا الأم ولا الإخوة يدفعوا هذا القاصر إلى جريمة القتل أحيانا، يعني يعيش من تلقاء نفسه ويقوم بهذه الجريمة نعم ومع ذلك يفلت من العقاب. أستاذ عبد الحفيظ كورتال، شكرا جزيلا.